إلياس الفخفاخ يستقيل. استقلت لتجنب البلا صراع المؤسسات. أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020 في بلاغ لها أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة حسب ما جاء في نص البيان. وجاء في نص البيان أن استقالة الفخفاخ جاءت اعتبار للمصلحة الوطنية لتجنب البلاد مزيد من الصعوبات واحترام للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة إخلاقة الحياة السياسية وحتى تجنب البلاد صراع المؤسسات. وعبر الفخفاخ لسعيد حسب بيان رئاسة الحكومة أنه سيواصل تحمل مسؤوليته كاملة محذرا كل من تسول له نفس الإضرار بأمن البلاد أو بمصالح الحيوية من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان. من جهتها نشرت رئاسة الجمهورية بلاغا أعلنت فيه أن أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد تلقى صبيحة هذا اليوم من إلياس الفخفاخ استقالته من رئاسة الحكومة. وأوضح البيان أن اللقاء خصص لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية والتأكيد على وجوب وضع مصلحة تونس فوق كل اعتبارات. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور، كما جدد حرصه على عدم الدخول في صدام مع أي كان، مذكرا بأن الدولة فوق كل اعتبار وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، مضيفا أن لا مجال للمساس بكرامة أي كان.